يقول السائل أنه كان يحلف ثم يحنث يعني مرات عديدة ولم يحصي يعني هذه المرات إلا أياما يذكرها، فيقول إنه يصوم الاثنين والخميس، هل يكفي ذلك؟ بالنسبة لمن حلف مرارا وحنث مرارا فهذا يكفيه أن يكفر كفارة واحدة، فيكفر كفارة واحدة تكون كفارة عن سائر الأيمان التي حنث فيها، لأن الفقهاء يقولون إذا حنث الإنسان مرات عديدة فيكفر كفارة واحدة تكون كفارة عن جميع الأيمان التي تقدمت، لكن إذا حنث ثم كفر ثم حنت يلزمه أن يكفر مرة أخرى. إذن ما دام أن هذا الشخص حنت مرارا فعليه أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 10 مساكين، يعني والإطعام هو المقدم، يعني إنما يلجأ الإنسان إلى الصيام في حال تعذر الإطعام، يعني الناس دابا مباشرة تيقول لك بغيت نصوم دابا 3 أيام دغيا تيمشي هو الصوم، مع ان الايه هي خيرتنا بين العتق وبين الكسوه وبين الاطعام، هادو فيهم تخير لك ان تختار منها ما تشاء، ولكن مساله الصيام فيها ترتيب، يعني مساله الصيام فيها ترتيب، يعني الله تعالى قال فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام 3 ايام. إذن انما يلجا الانسان الى الصوم حينما يتعذر واحدة من هذه الثلاث، إذن فهو مخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فعليه بصوم 3 أيام، ويستحب في الأيام أن تكون متتابعة، ويستحب في الأيام أن تكون متتابعة كما جاء في قراءة شاذة ربما في قراءة أبي، فصيام 3 أيام متتابعة، فصيام 3 أيام متتابعات، والتتابع هنا مستحب وليس واجبا. نعم نعم جزاكم الله خيرا. سائل يقول أن